نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الدولي عن حقوق الإنسان وإدارة الأعمال، حيث يتناول المنتدى عددا من الموضوعات الواردة في مبادئ الأمم المتحدة الاسترشادية لحقوق الإنسان وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى عقد 3 ورش عمل تفاعلية في ذات الشأن. من مفاتيح الدخول إلى عالم إدارة الأعمال التجارية العلم والإلمام بالقوانين والتشريعات التي وضعت لتكفل للعامل وصاحب العمل حقوقهم، ولعل جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رسخت هذا الحق الأصيل، وهو حرية مزاولة العمل الذي تأصلت مفاهيمه في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان وإدارة الأعمال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية. حقوق الإنسان تنبع من قديم الزمان في البحرين، لأن نحن كنا مركز تجاري منذ قبل الميلاد، يعني نرجع في التجارة إلى ما في التاريخ إلى ما قبل الميلاد. فنحن نفتخر أن نحن كنا ندعو لحقوق الإنسان والتجارة وفي مجال الأعمال منذ ذلك الوقت. أهمية المؤتمر تأتي لماذا؟ لأن حقوق الإنسان هي مثل ما يقولون عبر كل المستويات وكل الإطارات وكل الأماكن، تبدأ في مكان العمل، في الصحة، في البنك، في الوزارة. فحقوق المواطن والمقيم موجودة ومكفولة حسب الآليات الدولية في المنظمة لها البحرين، ونحن نرغب في تشجيع ونشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق في مجال الأعمال. يسلط المنتدى الضوء على أهم التحديات والعقبات في إدارة الأعمال وحقوق الإنسان، خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي شهدته دول العالم، وما لازمه من عولمة وظهور لشركات تجارية متعددة الجنسيات والممارسات، حيث تمت مناقشة ضعف معايير الصحة والسلامة في ميادين العمل وتطور قطاع التكنولوجيا والمعلومات. تم تشكيل لجنة تنظيمية لتنظيم هذا المنتدى، وحرصنا أن نشرك فيها المؤسسات الوطنية يعني في آسيا والمحيط الهادئ، وعلى ضوء ذلك اشتركت معنا اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومفوضية بنغلاديش لحقوق الإنسان من أجل المشاركة في هذا الموضوع. طبعا نحن ركزنا على مسألة البزنس اند هيومن رايتس وإدارة الأعمال وحقوق الإنسان من لهدف رئيسي، وهي أن القطاع الخاص أيضا شريك في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذا الهدف الاستراتيجي للمؤسسة نسعى إن شاء الله لتطبيقه في 2018 وما بعده. يعمل المنتدى على الحد من المشاكل المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان من خلال تعزيز ممارسة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بهذا الشأن، وعدم انتهاك المبادئ الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن الحقوق الأساسية في العمل. من باب الرسالة السامية التي تقوم عليها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي نشر ثقافة الفكر الحقوقي بكل الوسائل المتاحة، يأتي المنتدى الدولي لحقوق الإنسان وأصحاب الأعمال ليشمل به موضوعات تتعلق بحقوق العمال ومسؤوليات أصحاب الأعمال والشركات. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.